ان انا اروح الحقيقه اللي انا احطها هناك حد يروح عندها، هي بقى تخديش حد يروح عندها. هتحط حراسة غير طبيعية، يعني الشابر ده المفروض كلب بوليسي، المفروض يبقى هايل. تربو بيسمع قبل الشابر بثلاث ثواني، ما بيهجمش، هو بينبه. لعبي جدا سلام. يعني انا عدت عليا مرحلة ما كانتش لطيفة، اللي هي وفاة مامتي. تربو ما سابنيش خمس دقايق ازعل. كلاب البلدي عامة أنا بحس هما من أذكى كلاب اللي شفتها في حياتي، يعني كأنه بني آدم بس في صورة كلب. يعني ما بيعملوش أي حاجة غير الارتباط بصاحبهم أصلاً، حتى لو عايشين في الشارع بيبقوا واخدين بالهم من الشارع نفسه والناس اللي فيه، بيبقوا عارفين لو حد غريب دخل. تحبي نلعب؟ you just want to give me five؟ جبنا لها مدرب ما خلصش، يعني هو كان المفروض يعمل 8 ساعات عمل 4 ساعات ومش محتاج. اتعلمت كل حاجة ككلب أصلاً، هو متربي في الشارع فأذكي جداً، مفيش حد ممكن يعدي هنا من غير ما هي تعمل دوشة. إيه يا بسكوت؟ إنتي مش تحبي تصوري؟ هما مناعتهم قوية جداً، زي ما تكون إن جيناتهم وإن هما موجودين في الشارع وبيحاربوا أمراض كتير، فبقوا بيعيوش زي مثلاً ما كلبتي كانت بتعيا. هما في ما بينهم ما بينك حب مش طبيعي، فهما فعلاً بيبقوا متضايقين لو حسوا ان انتي زعلانة. We kept seeing this one sad little dog and she was living with cats. She had no like brothers or sisters. From then on, Laika was very much in our lives, and as you can see now she's in the UK. Do you remember any Arabic? I always say yella, I always say tiny. No, I always say instead of no, I say bus. Jazz is a Baladi from Mahdi. We picked him up off the street when he was about 8 or 10 weeks old. Baladi dogs are probably the most intelligent dog that I've ever met. كلب بلدي يعني كلب بتاع بلدي، يعني هي بس للأسف الناس غيرت معنى كلمة بلدي من إن هي حاجة تبقى فخورة بيها إن هي حاجة تبقى مكسوفة منها. كلب جدع. الولاء. The clowns. بالنسبة لي عيلة. ريجل. لويال. أنا مصرية هو مصري.